اللسان عضو خطر جد، بل لعله أخطر الأعضاء على الإطلاق. لاحظوا الرواية في سفينة البحار، المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه يقول مضمون الرواية: إن الله تعالى يقول للسان لأعذبنك عذابا لا أعذبه شيئا من الأعضاء والجوارح. اللسان كلش خطير. قبل فترة طويلة شفت كتاب حول آفات اللسان، لعله كان حوالي 700 صفحة، كان ذاكر العشرات أو المئات ما أتذكر الآن من آفات اللسان. قلت كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، واستحل بها العرض الحرام، واستبيح به المال الحرام. يفتي فتوى بتشجيع العمليات الإرهابية. من اللي يفتي؟ من اللي كتب حلية قتال الرافضة؟ هذا مو شخص يسمى عالما؟ وقتل الألوف على أثر كلمة يقولها أو يكتبها. من اللي يخلق الفتن الاجتماعية؟ الآن مجتمعنا مليء بالفتن، العوائل مليئة بالفتن، النمام هذا ينقل كلمة هذا لذاك، ينقل كلمة هذه المرأة لتلك المرأة، هذا الرجل لذلك الرجل، ويشعل فتنة اجتماعية.